اليوم صفتنا الكرة وخدينا 3 نقاط. كنظن كما شاهد الجميع أداء ونتيجة، ما حيت كما هضرت في الحوارات السابقة قلت كينتظرنا عمل كبير وعمل باش نوصلوا اللي باغين. فالثلاث أسابيع ديال التوقف خشغلنا بما فيه الكفاية، اللاعبين استوعبوا، خدمنا بجدية، صححنا بعض الأخطاء، بعض الحوايج اللي كان خصنا نشتغلوا عليهم. بالفعل اللاعبين كانوا في الموعد. اليوم المقابلة اللي قدموا عليا غير نهنيهم على المجهود الكبير اللي قاموا به، وكانوا مستعدين، وكانوا هما باغي، كان داك الونفي باش 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 نربحوا، كانت واحد الرغبة، والهدف الأول هو اللي حررنا.